حرام، ظلم باين جدا يا جماعه، ظلم باين. يعني نلعب على ملعبنا، بنتمرن على ملعب طول الاسبوع ونطلع نلعب على ملعب بره اسمه ده منتجع الاسيوطي، الناس كتر خيرهم. بس يا جماعه تاني، ده مش اهم من الفوز ولا كلام من ده، بسبب زمان الفرقه دي بتنافس مستريح، يعني الفرقه دي بتنافس مستريح. احنا الفرقه الوحيده اللي بتلعب بره ملعبها السنه كلها، السيزون كله. فتاني بقى انا بناشد سياده المحافظ، يعني بعد اذن حضرتك لعبنا في ملعبنا، الامن لعبونا في ملعبنا، يعني ايه مشكلتنا اللي احنا نلعب في ملعبنا؟ حرام 5 مليون ناس، ما انا مش كسبان اهو، بقول لك لعبني في ملعبنا. الحمد لله على المكسب النهارده، احنا عندنا النهارده يعني احنا عارفين ان احنا هنرجع، يعني مكسب النهارده ده يعني هو كده كده ان شاء الله المكاسب جايه. احنا جايين من رحله من ماتش كيمه، يعني خلال 3 ايام بنلعب ماتش النهارده، عندنا بعض الغيابات في صفوف الفريق، اصابات وايقافات وحاجات من دي، ولكن احنا ان شاء الله اللي ناقصنا، بس زي ما قلنا اللي ناقصنا، احنا عاوزين نرجع نلعب على ملعبنا. هنا المار بلا لعبر عبد العاطي، جول بكل روح رياضيه نادي بني سويف. الحمد لله على المكسب، بهدي المكسب ده الجمهور بني سويف اللي استحمل كتير وتعب كتير معانا ولف ورانا كتير. الحمد لله احنا على قد ما نقدر بنحاول ننفذ كلمات تعليمات كابتن محمد، قدرنا الحمد لله نعمل اللي الكابتن محتاجه مننا بالظبط. ده انا يعني كنا نازلين تقريبا عارفين كل الفرقه بتعمل ايه بالظبط في كل حاجه، والحمد لله قدرنا نشتغل على اللي الكابتن قال لنا عليه، ووصلنا الحمد لله بكوره جبناها جون، الجون الثاني يعني كان فيه توفيق كبير. الماتشات اللي فاتت كلها كان باد لك لينا، للجمهور اللي كان بيجي ورانا وبيسافر وبيشوف في الماتشات اللي فاتت كلها، كنا قريبين جدا ان احنا نكسب، بس باد لك غير طبيعي. ومش هتكلم برضو في حته ان احنا كان لنا الماتش اللي فات في الدقيقه 90 بلانتي كان برضو ممكن يركبنا ثلاثة بونت برضو يحسن موقفنا في الدوري، بس الحمد لله احنا متفقين مع الكابتن ان شاء الله ان ده اول ماتش لنا في الدوري. اتمنى ان شاء الله يكون ده بدايه بالنسبه لنا باذن الله. الماتشات اللي جايه مركزين، احنا اتفقنا مع اللعيبه ان احنا بدايه الدوري بالنسبه لنا النهارده، الفرق ده احنا ننساه دلوقتي خالص، بدايتنا النهارده ونركز في كل الماتشات. احنا متساويين مع الفرقه كلها لحد ده بدايه الدوري بالنسبه لنا، كل ماتش بالنسبه لك مكسب، ده اللي احنا اتفقنا عليه، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونمشي بالطريقه دي والنظام ده ان شاء الله، واللعيبه ان شاء الله يعني روح جديده رجعت لهم وفي تركيز عالي الفتره اللي جايه ان شاء الله. لقينا المباراه دي وفي علينا ضغط عصبي، لينا 4 ماتشات ما كسبناش، وجايين نلعب فرقه يعني هي فرقه كويسه، بس الظروف اللي هي فيها ان هي في المركز الاخير حطاهم تحت ضغط، وحطتنا احنا برضو تحت ضغط ان هم عاوزين يطلعوا من المكان اللي هو فيه، واحنا برضو عاوزين نطلع من ال4 ماتشات اللي هم نتائج غير ايجابيه. الحمد لله المباراه كانت قويه وربنا اكرمنا ووفقنا ب3 بونت. لعيبه كانوا رجاله وكنا على قد المسؤوليه، قدرنا نحقق الهدف اللي كنا جايين علشانه، قدرنا نطلع ب3 بونت، فالحمد لله طبعا على المكسب، وقدرنا نفرح كل جمهور نجا حماد النهارده. الحقيقه كانت مباراه صعبه، لكن احنا كنا جايين في المقام الاول بنلعب على المكسب، وربنا سبحانه وتعالى لو ما ارادش ان احنا ما نخسرش، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كان كرم علينا كبير، كنا مقفلين ملعبنا بشكل كويس. حسيت المباراه شد اللعيبه شويه، الشوط الاول الحقيقه مش دي كورتنا ولا ده لعبنا، الهواء برضو الملعب الحقيقه اثر علينا جدا جدا جدا. الشوط الثاني بدينا يعني نوفر لينا شويه، ناخد ثقه ان احنا جايين نكسب، واحنا لو في وجهه نظري لو احنا اللعيبه كان عندها يعني استعداد المكسب، اعتقد النهارده كنا ممكن نطلع ب3 نقط. احنا النهارده يا جماعه فرقه محترمه جدا، عندنا في كل عنصر واحد غايب، عندنا 4 عندهم كورونا، ومع هذا ما قلناش كمان 2 وناجل المباراه. ما عنديش، احنا عندنا عدد يلعب كره قدم محترم، ونعنا مجلس اداره محترم، بس بقول هل يعقل انا وفرقتي ما نتمرنش على استاد الجامعه ولا يوم؟ هل يعقل يا جماعه؟ النهارده كانت مباراه جميله على ارض تحت، ويكفي ان كانت الروح الرياضيه متوفره، ورفعنا راس تحت كلها باننا استقبلنا ضيوفنا محافظه بني سويف وعملنا ماتش جميل جدا. الحمد لله يعني ربنا عوضنا خير بعد فتره، الفتره اللي فاتت بنلعب كره كويسه جدا، الولاد مجتهدين شكلنا كويس، لكن كان بيصادف سوء توفيق، يا رب يكون دي البدايه بتاعتنا الحقيقيه، لان تليفونات بني سويف فريق كبير،
اسمه كبير. الوضع اللي هو فيه مش وضع حقيقي فعلا. الفتره اللي فاتت كنا بنلعب ماتشات كويسه جدا وفي نفس الوقت وممكن نتعادل او نخسر، بس ان شاء الله يعني حتى ترتيبك دلوقتي اظن ان هو اترفع مركز او اتنين، فدي برضو بدايه كويسه وان شاء الله لسه يعني لسه باقي دور تاني كامل ولسه باقي ماتشين في الدور الاول. فريق شبان هنا من الفرق الكبيره جدا اللي هي دي لها سنتين في الممتاز بقى، عامله شغل كويس جدا السنه اللي فاتت في الاربعه الاوائل، السنه دي نتائجها ممتازه ما بتتغلبش على ارضها هنا. انا كنت جاي، احنا كنا جايين الماتشين باكج هنا وشبان هنا الاثنين ورا بعضيهم، اتغلبنا الماتش اللي فات على شبان هنا ما كناش نستاهل ان احنا نتغلب، بس يلا الحمد لله فاللعيبه واحنا عاطين وعد للناس ان شاء الله ربنا يسهل وهنيجي بنتيجه ايجابيه من شبان هنا، فربنا كرمنا الحمد لله بالثلاثة بونت النهارده. الحمد لله مكسب مهم، رجالة عملت علينا ده ماتش قوي، فريق شبان في وش شبان هنا فرقة محترمة، بس والله يعني حرام نلعب ماتشين في أربع أيام، ده الظروف خدمانا إن إحنا كمان هنلعب ماتشين في نفس البلد، فدي خدمتنا إحنا شوية، ما بالك بقى الشبان دي جاية من بره. والله الحمد لله بحمد ربنا، إحنا تعبنا وربنا كرمنا، بعد فترة كانت صعبة الفترة اللي فاتت، انتقادات كتير، ضعف إمكانيات، جايين ماتش هنا في أسبوع، فالحمد لله بحمد ربنا، تعبنا اليومين اللي فاتوا، ربنا كرمنا إن شاء الله النهارده الحمد لله وقدرنا إن إحنا نكسب. محمد أسامة يا ولد، إسلام كمال يحلها بمهاراته، الله على محمد وعلى مصطفى جمعة يا ولد، علية المرة دي عرضية، ممتازة عند بلال سالم يا ولد. والله هي مباراة مش وحشة، يعني فوق المتوسط. في امتلاك من الكرة لفريق الإعلاميين، ولكن فريق كيما أسوان بيدافع بشكل جيد جدا وبيقدروا يلعبوا على الهجمة المرتدة، بيستغلوا الجنب اليمين عندهم استغلال جيد جدا، هددوا مرمى الإعلاميين مرتين ثلاثة في الشوط الأولاني. كنا نستحق الفوز وزيادة كمان والفوز بنتيجة مرضية كمان، لكن النهاردة احنا ما عملناش اللي علينا، الفرقة ما تستحقش انها تفوز. مبروك طبعا لكيما أسوان، مبروك لمجلس إدارة المحترم اللي كان موجود معانا، ومبروك للعيبة بتاعت أسوان اللي عملت مباراة قوية جدا وتستحق انها تطلع فايزة مش متعادلة.